وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي الأستاذ فيصل الشيخ. مساء الخير أستاذ فيصل. مساء الخير أستاذ علي. لا شك تابعت ما ورد من نقاط هامة في كلمة جلالة الملك المفدى والتي وجهها أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 75 في نيويورك. يعني كيف تعلق على مضامين كلمة جلالة الملك وأهمية ما جاء فيها؟ نعم طبعا أضع كلمة جلالة الملك تحت عنوان عريض ممكن نسميه خطاب السلام من ملك السلام. طبعا هذا الخطاب فيه أكد جلالة الملك على المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع جلالته إصلاحي والنهج الإنساني اللي اختطى لمملكة البحرين القائم على التعايش ودعم جهود السلام والسعي لتحقيق الخير البشري. طبعا جلالة الملك أكد على نقطة جدا مهمة، قال إن النظام العالمي حينما يقوم على حماية وترسيخ حقوق الإنسان ودعم السلام فإنما يؤدي ذلك لتعزيز كافة مجالات التنمية والتطوير التي تخدم شعوب العالم، في معادلة جدا راقية قدمها جلالة الملك أمام ممثلين دول العالم. طبعا البحرين في ضمن مساعيها دائما في خطابات جلالة الملك تدعو للسلام الشامل اللي يحقق تطلعات المشروع للشعوب في أجواء آمنة ومستقرة. طبعا خطاب السلام اللي وجه جلالة الملك لفت الأنظار إلى القضية الأخطر والأهم حاليا وهي اللي تهدد كافة الشعوب. نعم. طبعا نتكلم عن وباء كورونا، يعني هذا الوباء الذي يستوجب أن تقوم الحرب ضده والجميع أن يتعاضد فيها للانتصار عليها. وطبعا هذا أكد عليه جلالة الملك بأن هذا الوباء هو الذي يستدعي وقف إطلاق النار في جميع مناطق الصراع في العالم. طبعا جلالة الملك أبرز جهود مملكة البحرين الجادة والمؤثرة والإيجابية في مكافحة هذا الوباء وأشار إلى الخطة الوطنية التي مضى فيها بعزم وقوة صاحب سمو الملك ولي العهد حفظ الله. وطبعا هذه الخطة رفعت شعارا مهما جدا وهو الحفاظ أولا وأخيرا على البشر، مثل ما أكد جلالة الملك أن بغض النظر عن تبايناتهم المختلفة وتلاوينهم فحياة الإنسان هي الأهم. بالتالي البحرين كانت سباقة في التعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية وكانت سباقة في الاستعداد والتعاون المسؤول مع هذه الجائحة. طبعا في محور جدا مهم تطرق له جلالة الملك في خطابه، يعني خطاب السلام هذا. نعم. ملك البحرين قائد يؤمن بالسلام وأنه الوسيلة الأكثر فعالية لنجاح المجتمعات وازدهارها، بالتالي استتباب الأمن والاستقرار هو الأساس وهو النهج الذي مضت عليه دوما مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك. بالتالي هذا الحرص من مملكتنا من ملكنا على هذه الثوابت الإنسانية هو ما جعل البحرين تمد يدها باتجاه السلام العادل والشامل وبما يمنح الشعوب فرصة للحوار السلمي المثمر والبناء واللي طبعا هدفه تحقيق نتائج تقود لمستقبل أفضل يعيش فيه الناس دون خوف أو قلق. طبعا جلالة الملك في دعوة أكد بأن ما حصل من اتفاق مع إسرائيل جاء في مقابل وقف ضم الأراضي الفلسطينية وخفض التوتر بما يحفظ حياة البشر، وطبعا منح مواقف للتحاور البناء مع التأكيد على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين كأساس يقوم لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية. طبعا رؤية جلالة الملك دائما أساسها السلام والتعايش وحق حقوق الناس، بالتالي جلالته داعم قوي دائما لكل مساح السلام في أي منطقة. وطبعا في كلمته يعني أشار بشكل واضح للجهود المؤثرة اللي تقوم فيها شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية من خلال مضيها لصياغة عقد جديد يحقق أمل شعوب العالم في الأمن والسلام والرخاء. أيضا الخطوات البارزة والشجاعة للشقيقة دولة الإمارات العربية وأيضا الجهود التي تبذلها الشقيقة جمهورية مصر في ترسيخ دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. طبعا كلام جلالة الملك له أيضا شواهد عالمية في المواثيق العالمية. طبعا للمعلومية دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يتضمن مادة تقول لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام. مملكة البحرين بقيادة ملك السلام ستظل بإذن الله واحة أمن وأمان ومنبر يدعو للسلام. نعم. الذي يحمي البشر ويرسم لهم مستقبلا أفضل. نعم الكاتب والإعلامي الأستاذ فيصل الشيخ، شكرا جزيلا لك.